من هناك. شكرا. أخطأتي، هذه ليست حقيبتي، هذه لفاطمة. معها حق، الحقيبتان متشابهتان. نعم، اشتريناهما معا، تذكرين؟ نعم أذكر. شكرا، أحسنتي. أجل هذه حقيبتي، انظروا، هاتان حقيبتان متشابهتان، هل تساعدوننا على معرفة حقيبتي؟ نخرج ما بها. فكرة حسنة، تسمحين لي؟ تفضلي. قلم، مقص، إبرة، قط، طنينة دواء، مفاتيح منزل، شاش، ميزان حرارة. لمن هذه الحقيبة؟ لليلى. لماذا؟ لأنها ممرضة. عظيم. ميزان حرارة، شاش، مفاتيح منزل، طنينة دواء، قط، إبرة، مقص، قلم. نرى الحقيبة الثانية، اسمحي. تفضلي. أجل، صور لاصقة، مسطرة، مبرة، صمغ، ممحة، صور لأطفال الروضة، أقلام. لمن هذه الحقيبة؟ لفاطمة. لماذا؟ لأنها مدرسة. أحسنتم. أقلام، ممحة، مبرة، صمغ، صور، مسطرة، صور لاصقة. والآن إلى الطفين، هيا استعدوا. أصواتنا مختلفة.
شرطة. ما هي المشكلة؟ أتحتاج لمساعدة؟ هل أنت بخير؟ هل فقدت طريقك؟ شرطة. مرحبا عبد الله. أهلا أهلا نعمان. مرحبا خالد. أهلا أهلا عبد الله. نعم. من فضلك أريد 4 أقلام لفاطمة بسرعة. حاضر. بسرعة أرجوك. حاضر. أريدها لفاطمة. هذه 4 أقلام. 1 2 3 أقلام 4. هل أنت متأكد أنها 4 أقلام؟ نعم 4. 1 2 3 4. هذه الأقلام تكتب بأي لون؟ تكتب اللون الأزرق. لا 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 أريدها، أريدها تكتب باللون الأخضر. حاضر. هي لفاطمة. 4 أقلام باللون الأخضر. نعم. 1 2 3 4. هل أنت متأكد أنها بهذا الوضع 4 أقلام؟ نعم 4 أقلام. انظر. 1 2 3 4. عبد الله. نعم. لماذا لا تساعدني؟ أنا أساعدك يا نعمان. أي شيء تريد؟ أريد 4 أقلام. هذه 4 أقلام. 1 2 3 4. في كل مرة تضعها بشكل مختلف. بأي شكل أضعها فهي 4 أقلام. تفضل. أتيها. مرحبا عبد الله. أهلا أهلا فاطمة. فاطمة. نعم. عبد الله يجعلني أخطئ. كيف يا نعمان؟ في كل مرة يضع الأقلام بشكل مختلف ويقول لي 4. هي 4. 1 2 3 4. إذا خذيها قبل أن يعيد ترتيبها. الأربعة دائما 4. الأربعة دائما 4. أربعة براميل حليب. هي دائما 4 براميل حليب. هيا نلعب لعبة مع الحرف طاء. أشياء كثيرة تبدأ أسماؤها بالحرف طاء، مثل كلمة طباشير. بهذه الطبشورة يمكنني أن أرسم طوقا. كلمة الطوق تبدأ بالحرف طاء أيضا. انتظر، سأقفز من خلال الطوق. لا أبدا، كلمة أسد لا تبدأ بالحرف طاء. لا يمر من خلال الطوق إلا الأشياء التي تبدأ بالحرف طاء. هذا ليس عدلا. طيارة تبدأ بالحرف طاء، وكذلك كلمة طير، وأيضا كلمة طفلة. حسنا، إذا استطاعت الطفلة أن تقفز من خلال الطوق أنا أستطيع أن أمر. هاي ماذا تفعل؟ أي لقد جرحت يدي. حسنا أنت محظوظ، لأن شيئا مفيدا أيضا يبدأ بالحرف طاء. طبيب. الآن أشعر بتحسن، ولكني لن ألعب مع الحرف الطاء مرة ثانية. رأيتم سيارات كثيرة تمشي في الشارع، هل رأيتم كيف يصنعون السيارة؟ Thank you.
السيارة أجمل المصبوغة. الزجاج ضروري. المصابيح لتنير الطريق في الظلام. السيارة لا تسير بلا إطارات. لا تنسي المحرك. على ماذا نجلس في السيارة؟ على المقعد. السيارة الآن جاهزة. حامل الجبنة هذا طائر يدعى الغراء، سرق الجبن وطار وعلى الغصن توقف. إنه الآن سعيد، ها هو الآن سعيد. وأتاه من بعيد ثعلب كان يراه، فاشتهى الجبنة، لكن كيف يدنيها إليه؟ إنه عال عليه، عال عليه. فكر الثعلب حتى جاءت الثعلب فكرة. قال: يا خير الصحاب، أنت يا أحلى غراب، صوتك العذب جميل، ما له عندي مثيل، غنني غني فصوت منك ينسيني العذاب. صدق المسكين قول الثعلب وهو مخلوق غبي، لم يكد يبدأ حتى سقط الجبن وصار في فم الثعلب لقمة، نال منها ما تمنى حينما المغرور غنى. الآن عندنا تمثيلية الآنسة والعنكبوت. آنسة دانا، أين أنت؟ نعم يا نزار، أنا هنا. حسناً، تعالي اجلسي هنا. أين العنكبوت؟ عنكبوت، تأخرت عليكم؟ أوه لا، ولكنك لم تلبس. لم يلبس. البس ملابس العنكبوت بسرعة. بسيطة، هل أنت جاهزة؟ طبعاً جاهزة. حسناً، سنبدأ. الموسيقى جاهزة؟ موسيقى. هل الكرسي هنا؟ هنا، ابدأ. الآنسة دانا قعدت على الكرسي، ولما بدأت تأكل جاء عنكبوت. جاء عنكبوت. انتظر، قف. ماذا فعل؟ هذه ليست ملابس العنكبوت، هذه للأرنب. انظر، ليس للعنكبوت أذنان طويلتان، ليس للعنكبوت شاربان وأنف مثل هذا، وليس له أسنان. أسرع والبس ملابس العنكبوت. هذا لم يلبس لباس العنكبوت. نعم، سيلبس فورا، لا تهتمي. الكل جاهز الآن؟ سنعيد التمثيل. موسيقى. سأنتبه تماما. الآنسة دانا قعدت على الكرسي، ولما بدأت تأكل جاء عنكبوت. قف، ما هذا؟ انتظر لحظة. ما لك أنت؟ ماذا؟ هذه ليست ملابس العنكبوت. هذه ملابس بطة. ماذا؟ نعم، بطة. البطة لها منقار كهذا. والبطة لها ريش مثل هذا. هذه ليست ملابس العنكبوت. اذهب والبس ملابس العنكبوت. نزار، أنا هنا يا حلوة. نزار، لا تهتمي. سنعيد التمثيل. حسنا، نبدأ. استعدي. موسيقى. الكرسي مكسور أيضا. الآن سدانا قعدت على الكرسي، ولما بدأت تأكل جاء عنكبوت و لا
ما هذا؟ ماذا فعلت؟ أوقف كل شيء. تعال هنا أنت، اسمع، هذه ليست ملابس عنكبوتها، هذه ملابس سمكة. السمكة لها زعانف هنا، انظر، وهنا ترى، ولها أيضا ذنب مثل هذا، وهاتان عيناها سمكة. نعم سمكة، أنت لا تعرف العنكبوت. سألبسك ملابس العنكبوت. هذه العين عين عنكبوت. نعم. وهذه عين ثانية، تفهم؟ هاتان عينا عنكبوت، والعنكبوت انزل. نعم سأضع الأرجل، له ثماني أرجل. حسنا سأضع رجلا هنا، اثنتان، ثلاث، أربعة، عليها شعر. ها؟ حسنا لا تتحرك. خمس، ست، صارت سبعا، وهذه الثامنة، انتهينا صح؟ الآن كلكم جاهزون؟ إن شاء الله. أوه هذا فعلا عنكبوت، فعلا عنكبوت، عنكبوت. أشم رائحة دخان. ترى من أين؟ أخاف أن يكون هنا حريق. نعم يجب أن أنبه الناس. ملسون، ملسون. نعم. أشم رائحة دخان، هل عندك شيء يشتعل؟ لا ليس عندي شيء يشتعل ولا أشم أي رائحة. عبد الله، عبد الله. نعم. أشم رائحة دخان، هل أحرقت ورقا؟ لا لم أحرق شيئا. ما الحكاية؟ أنا قلق. لماذا؟ حريق، حريق في دكاني جان، حريق، حريق في دكاني جان. شكرا يا نعمان، نبهتني بسرعة. أنا أشم جيدا. لولا نعمان لما عرفنا أن في دكان هشام حريقا. أنت عظيم يا نعمان، يجب أن تفتخر بما فعلت. لعبة الكرة والصولجان، كان الفرسان العرب يلعبونها من قديم الزمان، وما زالت حتى يومنا هذا، فهي لعبة جميلة وتتطلب مهارة على ظهر الحصان. أنيس، يا أنيس. هاي أنيس، يجب أن ترجع هذه الألعاب. أوه ولكن بدر، أنت لعبت بها أيضا ويجب أن تساعدني. أوه صح، لكن أنت لعبت أكثر مني يا أنيس،
بدر دعنا نتعاون. أنا أرجع قسما موافق؟ موافق، وأنا أرجع القسم الباقي. صح؟ صح يا بدر. إلى اللقاء. كيف أبدأ؟ عرف، سأرتب هذه الألعاب في مجموعات وأرجعها إلى مكانها. تمام. أولا أجمع كل سيارات الإطفاء. هذه سيارة الإطفاء، هل عندي غيرها؟ لا، ليس عندي غيرها، واحدة فقط. حسنا، أرجع سيارات الإطفاء. أوه، لكن بقي هنا ألعاب كثيرة. أرجع مجموعة ثانية إلى مكانها. أرجع الألعاب الكبيرة. عظيم، أجمع الألعاب الكبيرة. هذه صغيرة. أين الألعاب الكبيرة؟ هذه كبيرة. تمام، أرجع سيارة الإطفاء. بقي هنا ألعاب كثيرة. ماذا سأرجع الآن؟ سأرجع كل اللعب الحمراء. ما رأيكم كل اللعب الحمراء؟ هذه ليست حمراء، ليست حمراء. أريد اللعبة الحمراء. لا، أين حمراء؟ هذه حمراء. انظروا، سيارة إطفاء. أرجع سيارة الإطفاء. لكن بقي ألعاب كثيرة. أرجع مجموعة أخرى. أرجع كل اللعبة لها عجلات. فكرة حلوة. هذه البطة لها عجلات؟ لا، ليس لها عجلات. هل للحصان عجلات؟ لا، الحصان ليس له عجلات. هذه لها عجلات. السيارة، انظروا العجلات، كلنا نرى عجلات السيارة، صح؟ انظروا العجلات هنا. تمام، أرجع سيارة الإطفاء. ولكن بقيت ألعاب كثيرة، يجب أن أرجع مجموعة أخرى من الألعاب. طيب، أرجع كل لعبة لها سلم. جميل، جميل جدا جميل. هذه زمارة، هل لها سلم؟ لا، الزمارة ليس لها سلم. هذه لها سلم. السيارة، سأرجع سيارة الإطفاء، يعني أرجع ألعاب كثيرة. هي أنيس. نعم بي. يا أنيس، ماذا؟ اتفقنا أن ترجع الألعاب إلى مكانها. سأرجعها. اسمع، سأقول لك كيف أرجعها. اسمع، أرجع كل سيارات الإطفاء. عظيم. والألعاب الكبيرة. جميل. والألعاب الحمراء. نعم. والتي لها عجلات، والتي لها سلالم. موافق يا بد؟ نعم. انتهينا. مثلما ينمو
الحياة كلما مر ستنمو وستنمو من جديد كلما مر ستنمو وستنمو من جديد صباح الخير فاطمة صباح الخير سعيد تبدو اليوم نشيطا أنا دائما نشيط الحمد لله سعيد أرجوك ساعدني في حمل هذه القنانة حاضر بكل سرور فاطمة نعم ماذا في هذه القنانة شراب المشمش لا شراب السيارات والطيارات شراب السيارات والطيارات أنا لم أذق في حياتي شرابا مثل هذا هذا الشراب ليس لنا إنه شراب السيارات والطيارات والقطارات تقصدين أن في القناني نفطا بالضبط شم واحذر ماذا في كل قنينة شم كاز صح هذا لمواقد المطبخ والمحركات مازوت صح هذا لتشغيل الحصادات والقطارات والتدفئة وماذا في هذه القنينة؟ بنزين صح هذا لتشغيل السيارات والطيارات والدراجات النارية ولكن يا فاطمة ماذا ستفعلين بهذه القنانة؟ سأشرح للأطفال أهمية البترول وأعرض عليهم بعض أنواعه وأبين لهم أن البلاد العربية فيها كثير من البترول وهل سيشمون مثل ما شمم؟ طبعا إذا شموا يعرفون أكثر فاطمة لي رجاء لديك تفضل في المرة القادمة ليكن درسك عن العطور حتى أمتع أنفي برائحة العطور يا سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي بالتعاون الفني مع ورشة تلفزيون الأطفال بنيويورك مع السلامة